السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ودوم عليكم الصحة والعافية. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. والله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم اليوم بريوات سهلين وفي المتناول إن شاء الله، مقادير بسيطة وإن شاء الله تنال إعجابكم. كنحتاج ليه كيلو ديال اللوز أو كاوكاو أو لتمزجوهم بجوج اللي متوفر عندكم، ممكن أنكم تستعملوه. ففقط غادي ناخد واحد الجزء منه نحمره والجزء الثاني نخليه أخضر. كنحتاج بيضة تكون حجم صغير، ماء الزهر للعجن، كنحتاجو كاس ديال الزيت وزبدة، ممكن تستعملوه زبدة فقط ممكن تستعملوه زيت فقط. كنحتاجو القرفة، أنا استعملت جوج معالق كبار ديال القرفة. سكر غلاسي، عندي هنا ربع ديال السكر غلاسي، ممكن تزودوا او لا تنقصوا. كنحتاجوا كذلك الورقه اللي انا استعملت هنا ماصافيلو، بالنسبه للناس اللي كاينين في اسبانيا ممكن تستعملوا اي ورقه كانت عندكم. فكناخذوا هكا كيف ما كتشوفوا، انا هذا عندي ممزوج ما بين اللوز وما بين كاوكاو، فانا هكا شارياه ولا واخده هكا، يعني كيكون يعني مفرشش، هذا هو اللي كان متوفر عندي واستعملته، فالنصف ديالو لوز والنصف كاوكاو كيف ما كتشوفوا. فانا واخده هكا مفرشش. على العموم خديته ما بغيتش نقليه، هو خديته وحمرته هكا واحد شويه، واحد الجزء منه حمرته والما باقي خليته خضر. فهو ما كنطحنوهش بزاف باش يجينا احسن، لان البريوات ما كيبغيوش اللوز او كاوكاو يكون مطحون يعني بزاف، يعني ما يكونش بحال اللي يولي دقيق، فضروري خصهم يبقاو هكا شويه مهرمشين. فكيف ما شفتوا انا ضفت عليهم القرفه، فاللي ما كيبغيش القرفه ممكن انه يستغنى عليها، ممكن انكم تنقصوا في الكميه او تزيدوا على حسب الذوق، فهي فقط اختياريه، مذاق وصافي. من بعد ضفت عليه نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبده، يعني بما يعني كاس، ممكن اننا نديرو كاس زيت او كاس زبده اللي بغيتو. وكنضيفو عليه كذلك واحد القبيصه ديال الملح والبيضه تكون حجم صغير، وكنبداو نعجنو فيها بماء الزهر. كنبقاو هكا نعجنو فيها وحنا كنصبو بشويه بشويه، فانا ما غاديش نستعمل هذاك الكاس كامل. فكيف ما شفتوا ضفت السكر غلاسي حتى هو. المهم كنبقاو هكا نجمعوا في هذيك الحشوه ونخلطوا فيها مزيان حتى كتنسجم كل العناصر، وكتولي عندنا هكا بحال الشكل ديال العجين اللي نوليو نشدوها بيدينا، نصيبوها هكا كتجمع، فكتكون صافي يعني ولات واجده. فهي هذه من بعد ما وجدت كيف ما كتشوفوا، فهي كتولي كتجمع في اليد. فكناخذوا الورقه ديالنا وكنقطعوها على حسب الحجم اللي بغينا نديروا عليه هذوك البريوات. فبالنسبه ليا انا عندي هذه هكا الشكل ديالها مربع او مستطيل، فكتجيني سهله، حتى الدائريه حتى هي كتجي سهله، ففقط اننا نجمعوا ليها الجنب ديالها في الوقيته اللي كنكونوا نطويو. فالمهم كيف ما كتشوفوا اسهل طريقه هي اننا ندهنوا سطح العمل بالزيت، وكنبداو هكا ناخذوا الكويرات ديال الحشوه ديالنا ونبداو نلفوها، وهي راه طريقه معروفه ديال اللف ديال البريوات، ممكن انكم ديروهم سيجار
كل واحد والذوق ديالو. فهذه هي اللي كتعطينا شكل زوين ديالها، هي اننا نضغطوا لها على هذوك الوسط ديالها كتعطي شكل احسن. فانا غنعاود معكم واحده اخرى كما كتشوفوا، كتجي هكا سهله اننا ندهنوها. انا كنفضل انني نشكلها ما نخليهاش دائريه، نشكلها وعاد نلفف كما كتشوفوا. كنضغط ليها على دوك الجنيبات ديالها كتعطيها واحد الشكل زوين، كتولي هكا بحال الشكل ديال ثلاثي الابعاد او لا كيف ما كنقولوا ليها 3 ديمونسيون. فهكا غادي نستمروا حتى ننهيوا الكميه كامله اللي عندنا. هي هذه الكميه كامله اللي عطاتني او اللي عطاني هذاك الكيلو ديال المزيج ما بين اللوز وكاوكاو. فانا بالنسبه ليا ما غاديش نقليهم كاملين، كنفضل انني نحتفظ بهم هكا في المجمد لين ما كيتقداو ليا هذوك اللي قليت، كنجبدهم هكا ونقلي عاوتاني واحد الكميه ونحتفظ بها. كدوز هكا واحد 4 ايام او لا 5 ايام كنجبد عاوتاني واحد الكميه اخرى، وهكا يعني حتى كتسالي الكميه كامله. كنفضل هكا كتبقى زوينه، كتبقى مقرمشه دائما، احسن ما اننا نقليو كل شيء فمن بعد هكا كتولي هذيك الورقه رطبه ما كتبقاش مقرمشه. فهكا غنحتفظ بها في المجمد وغنحتفظ حتى بالشيء الاخر، ولكن غنقلي معكم واحد الكميه باش تشوفوها كيفاش كتجي. فهي هذه كنديروا الزيت كيف ما دائما، كنسخنوا الزيت وكنقليو فيه البريوات ديالنا، النار تكون هادئه باش ما تحرقش معانا. كنحطوها كنسقطروها من الزيت وكنحطوها في العسل تكون شويه مازال سخونه باش تعطينا نتيجة أحسن وتشرب هذاك العسل. فكنستمروا هكا حتى لين نكملوا الكمية كاملة. فكما شفتوا غادي نسقطروها هكا من العسل، ولكم الحرية أنكم ترشوها بزنجلان أو برقائق اللوز أو رقائق الكاوكاو اللي كانت متوفرة عندكم، ولا ممكن تستعملوها هكاك يعني ماشي لا داعي انكم ترشوها الى ما حبيتوش. فكيف ما شفتوا انا خديت هكا واحد شويه ديال رقائق اللوز بما اننا دايرين فيها اللوز، فرشيتهم عليها هكا كيف ما كتشوفوا. غنوريها لكم من الداخل. فهي هذه كتجي زوينه، كيجي عندها مذاق رائع بهذاك المذاق ديال القرفه بالنسبة للعشاق القرفة، وكتجي عندها واحد المذاق زوين. فجربوها إن شاء الله غتنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى كما دائما تكونوا استفدتوا من هذه الوصفة. كيف ما كتشوفوا شوفوا الشكل الهندسي اللي كيولي عندهم اللي كنضغطوا لهم على الجناب ديالهم، كيولي عندهم واحد الشكل زوين. فكنتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم. كما دائما كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.